السلام عليكم متتبعي قناة شيماء جوج بيوتي. المهم كنتمنى اليوم الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، واليوم بغيت نشارك معكم الرزيزه بلا ماكينه. كنحتاج لهاد الوصفه 4 الكيسان ديال الفرص ممتاز سبق لي غربلته، وجوج ديال الفينو السميد الناعم، ومعلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملح. كنخلط وكنعجن بالماء دافي، ولكن هاد الرزيزه خاصها شويه ديال الدلك وكتجي زوينه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالتعليقات نتاعكم. وبالنسبه للمبتدئات ولا اللي ما عندهاش الماكينه تحتاجها سهلة. ما غاديش نجريوها وما غاديش نخليوها قاصحة. غادي نحط العجينة ديالي فوق سطح العمل، وغادي نهلكها بحال هكا واحد 5 دقائق ونديرها في البلاستيكة، وغادي نخليها تطلق راسها. هانتوما القوام ديالها، ما جارياش وما قاسحاش. انا هلكتها، غادي نديرها في البلاستيكه ونخليها واحد نص ساعه ونرجع معكم. العجينه ديالي ها هي، شوفوا هانتوما مطلوقه ها هي. وغادي ندير بحال اللي كنديروا المسمن، غادي ندير الكريسات، غادي نديرهم شويه صغار ما غاديش ندير كبار. غادي نخليهم ندير كلهم هكا، غادي ندير عليهم تاني بلاستيكة ونخليهم عاوتاني يطلقوا واحد 10 دقائق ونرجع باش نصايب معكم الرزيزة ديالي. هنا دابا صايبتهم، غادي نطلقهم دابا، غادي نطلقهم غير بالزيت. هانتوما تكيبان سطح العمل، غادي ندهن بالزبدة، غادي ندير شوية ديال الفينو، وغادي ندير بحال اللي كندير المسمن هكا. عاوتاني غادي ندير شوية ديال الزبدة، ندير شوية ديال الفينو، وغادي نقلب هادي. وغادي نخليهم هنا هكا حتى نكمل كلشي نتاعي، ثاني نعاود معكم واحد اخرى. كتسرح مزيان العجينة رطبة، كندهن كلها بالزيت. لما جبتها كتجبد، كنصاوبو الجناب كنرقوهم شوية. غادي ندهن بالزبدة، غادي نرش شوية ديال الفينو تاني،
وندير هادي هكا، ندهنها بالزبده ونرجعها ليها بحال اللي كنديرو المسمن العادي، ونديرها عاوتاني حدا ونمشي كنكمل ونرجع معاكم نكمل. انا بديت دابا سرحتها مزيان دهنتها بالزبده، غادي نبقى كندوز ديال البيتزا هكا، غادي نمشي معكم غير بشويه. انا كنمشي غير بشويه باش تشوف الخط اللي تلقاوه شويه عريض رجعوا له. نديرو الشعيره صغير رقاق، واخا تطلع معاكم شي وحده معليش ولي ورضوها. انا كنولي نرجع كاع اللي لقيتها غليظه كنمشي نردها رقيق. وكنجمع هكا وكنمشي هكا كنديرها ما نزيرش بشي غير كنرخف هادشي اللي كيبقى لي في التالي كندير له هكا ونكمل ونرجع معاك. فانا غادي نولي ندير معاكم بشكل اخر، بغيتو بحال هذيك اللي درت لكم في الاول مسمنة، بغيتو ديرو هكا ديرو اللي بغيتو. عاوتاني كنطلقها كلها وكن ندير لها السميده فينو ونقطع ما نطويهاش، ندير لها نبدا كنصاوب اللي بغيتو اللي جاتكم سهله بحال بحال. غير هذيك العمليه الاولى كتسهل عليك داغيه. تقطع لكم شي وحده تطلع مع الجراره معليش ولي وعدوها تترد كلشي رقيق. هانتوما كنتمنى تعجبكم. اللي ما عندهاش الماكينه درتها على حساب الناس، كاين شي واحد اللي ما عندوش الماكينه وبحال كتجي بحال بحال، كاين الماكينه كاين الخدمه ديال اليد. انا كنمشي هكا حتى كنكمل حتى ديروا عشوائي كديروا. ها اللي لقيتها غليظه كنرجع ليها. ملي لقيتها غليظه كنولي كنحلها. كنمر شويه وكنجي هكا وكنجمع لنا كنجمع عاوتاني لنا ما تخافوش منها. وكنجمع هكا كنمشي ما كنزيرش. وكنحط دابا الطريقه وريتكم جوج طرق اللي بغيتو، نخليهم يرتاحوا شويه وغادي نشعل المقله ديالي وغادي نطيبهم. انا رميت وحده قرصت عليها شويه وغير كنديرها كنولي نردها تقلب.
وكنقابلها كنبقى ندورها. هما درتهم على صغار نبقى كنقلب فيها. العافيه تكون غير مهيله شويه باش يطيبوا على خاطرهم، وكل مره نقلبها. هاد الفراشط ملي نحس بها طابت غادي ندير لها هكا. دابا نرجع معاكم ونوريكم كيفاش ندير لها باش تحمر. هي كتحمر كتحل غير بوحديتها، شتي الرزيزه ديالنا كتحل غير بوحديتها. ندير لها هكا ونخليها هكا طيب باش تدخل لها طيب من داخل ومكلش. هاهي كنقرص عليها غير شويه نتم هاكم هادي، انا كنقرص عليها شويه وكنهزها كنرشها بشويه ديال الزيت غير كتشد في راسها. غادي نقلبها نولي نصاوب هادي نقلبها ندير حتى اخرى هنا. غادي نشدها وغادي نقلبها ونخليهم كيتحمروا وانا كنقابلهم في التحرك بالدوران كندورو من هاد الجهه لهاد الجهه. هانتوما ملي كتحمرها كتحل بسهوله بسهوله هكا كتحل بسهوله. نزيد كنحمر فيها كنقلب اخرى صافي. وهادي غادي نهز الرزازة ديالنا هاهي وجدات. هانتوما هانتوما هاهو كلها رقيقة هاهي كلها كلها هاهي. وبصحتكم وراحتكم كنتمنى تنال بإعجابكم، وإن شاء الله نديروها بالدجاج نديروها بالحمام نديروها باش ما بغيتو بحالها بحال الرفيسة. وشكرا السلام عليكم كيبقيتو مزيان. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكمل معكم الرزازة اللي وجدت سبق لي وجدت في الفيديو اليوم. غادي نديرو لها التقويمة ديالها. درت طريفين ديال الدجاج وطبقة ديال القزبر معدنوس والقزبر. كنحتاج للتوابل خرق الخرقوم الابزار الملحه سكينجبير ثومه كميمسه ديال العدس اللي سبق لي رطبتها البصله مشلطه معلقه ديال السمن والعطريه ديال الدجاج. كندير العطريه ديال الدجاج واللي ما عندوش يدير الضمه ديال السمن. وكندير هو الخرقوم الابزار الملحه السكينجبير شويه زايد وكندير هذه المعلقه ديال السمن وكنزيد البصله نتاعي هي شلطه بصله كبيره وغادي ندير الثمن. انا عيني ميزاني الثمن نص كاس ديال الزيت مخلط بلدية والزيت النباتية. وكنرد كلشي على البوطا ديالي يتقلى. اللحم غادي نديرو فوق البوطا يتقلى والرزيزة اللي سبق لي وجدت معاكم البارح غادي نديرها في الكسكاس. غادي نديرها هكا في الكسكاس هكا غادي نحطها في الكسكاس. هي غادي تفور وغادي نرجع معاكم نقطعها ونصايبها مزيان التقديم في صحن التقديم. هاد التفور هي طايبه غير بغيت نفورها حيت وجدتها
غادي نديرها تصفور هي كلها محلوله، نديرها تصفور والدجاج ديالي غادي نردو فوق البوطه تنقليه، عاد غادي نزيد جوج كيسان ديال الماء ونخليه يطيب في البصله نتاعو، كلشي البصله راه كطلق الماء، ونرجع معاكم. هي الدجاج ديالنا كيتقلى، غادي نزيد دابا هاد الكميمسه ديال العدس، وغادي نزيد الثوم ونخليه يطيب. سمحوا لي، وغادي نخليه يطيب على خاطر خاطره غير في هاد المريقه ديال البصله. كنتمنى تدعموني، وكنتمنى اليوم الطبق ديال الرزيزه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش التعليقات ديالكم، ومرحبا بكم في اي وقت. مرحبا. الرزيزه ديالنا ها هي فورتها، ها هي انتما تشوفوا، انتما الرزيزه نتاعي ها هي فورتها، ها هي. غادي ندوز شويه غير بالمقص هكا باش انتما ضربة ضربة هاهي، كنديرها بالمقص هكا، وغادي نزينها بشوية التمر البيض شوية كركاع. نتلاقى معاكم في التزيين. وها الرزازة ديالي وجدات، درتها في صحن التقديم وزينتها بالتمر معمر بالكركاع والبيض مسلوق، ودرت فوقو الكركاع، وهاديك العدس جمعتها في الوسط. وكنتمنى ينال إعجابكم، وكنشكركم بزاف ودعموني.